فعلا جميلة هي الفنون، ودائما بتكون معانا في ساعة شباب أحد هذه الفنون المختلفة، فن التصوير واللي أصبح رائج في الفترة الأخيرة، ومو أي تصوير، تصوير الطعام اللي احترفوه الشباب وفعلا يعني اتفننوا فيه، وأصبح في تنافس كبير في المطاعم في إظهار إمكانياتها وأيضا جودة الأكل الموجود عندهم، وهذا كله كيف يظهر؟ أكيد بتصوير الأكل اللي بيقدموه، تصوير أيضا المنيو. أحد هؤلاء المبدعين المصورين مشرفنا اليوم تركي القلاف، يا هلا فيك، منور يا هلا تركي. والله، يعطيك العافية ومساء الخير ومساء المشاهدين، وشكرا على هذه الفرصة. بالعكس واجبنا، يعني تركي والتصوير، كيف تكونت هذه الهواية وصارت احتراف بالنسبة لك؟ والله زي أي مصور، كانت مجرد هواية، نشتري الكاميرات الديجيتال هذه الصغيرة، لما حبينا التصوير وتوجب علينا أن نطور من هذه الكاميرات، وبعدين دخلنا في عالم التصوير، هذا الاحتراف إن شاء الله. ما تلاحظ انه كمان ايضا الكاميرات اتطورت في الفتره الاخيره، وصار في تطور كبير في الكاميرات، وتطورت تقنيه الكاميرات وايضا العدسات، فعالم صار جدا كبير وواسع، فكلمنا عنه. صحيح، كل مصورين يجيهم سؤال دائما، ايش كاميرتك بعد لما يشوفون صوره حلوه، ايش كاميرتك، ايش عدستك، او ايش العدسه، صح؟ ايش العدسه، وهذا اكثر سؤال يستفز كل المصورين بصراحه. لان المصور هو اللي صنع الصوره، مو الكاميرا، يعني مهما كانت الكاميرا غاليه، اذا المصور ما عرف يستخدمها صح ما راح تكون الصوره حلوه. فلازم تتعلم كيف تتحكم في الكاميرا، كيف تستخدمها بشكل صحيح، بعدها بتطلع بصوره حلوه ان شاء الله. بس ايضا يعني الكاميرات ايضا لها أكيد دور، اكيد يعني الكاميرات طبعا كل كاميرا حاليا تنزل لها خصائص معينه، في كاميرات خاصه بتصوير رياضي زي سيارات الفورمولا والاشياء هذه، كل مجال له كاميرات خاصة فيه وعدسات خاصة فيه. طب ايش اللي اخذك لمجال تصوير الاكل تحديدا؟ ايش اللي حببك في هذا المجال؟ والله في البداية انا جربت تقريبا كل شيء. بس لما نروح مطاعم كان يستفزني شغلة، لما ادخل مطعم واشوف المنيو ما تكون الصور حلوة وتخليني اشتهي الطلب. فلما جربت ادخل عالم تصوير الاطعمة عجبني الموضوع وحسيت اني ابدعت فيه، ولما طورت من نفسي فيه لما الحمد لله وصلت هذا المستوى الحمد لله. يا سبحان الله، موضوع يستفزك فتروح تصنع منه ابداع. صح، بالنهاية وتخصصت في هذا المجال، طب كيف قدرت انك تكسب ثقة العملاء؟ يعني اتوقع الموضوع جدا صعب. والله لازم تشتغل بكل امانة، هذا اهم شيء، اذا ركزت على شغلك واشتغلت بامانة راح تنجح ان شاء الله. يعني كذا مطعم اشتغل معهم وبصراحة ما تكون النتائج جميلة، اروح اكلم مرة ثانية اقول ترى اوصل لكم مرة ثانية مجانا ما عندي مشكلة، بس لاني ما اقتنعت في الصورة، فهذا الشيء يزرع ثقة عند العميل نفسه ويوثق فيني في المرات الجاية، يكلمني مرات الثالثة يكلمني. طب برأيك يعني تركي ايش الاعداد اللي يسبق تصوير طبخة مثلا او طبق؟ ايش الاعدادات اللي المصور يحتاجها في اظهار هذا الطبق باحسن صورة واحسن شكل؟ بصراحة انا اشوف لازم المصور يحضر قبل ما يكون عنده تصوير، يعني يتواصل مع المطعم يشوف مثلا كيف شكل الطبق، الوان الطبق، لان المصور يوفر ادوات كثيره زي الارضيات زي ادوات التكوين، وهذه الاشياء تساعد بجماليه الطبق. فاذا المصور راح ولا عرف كيف شكل الطبق، ما عرف الوان الاطباق اللي عندهم، فممكن ما يطلع بصور ممتازه، فالواحد لازم يحضر قبل ما يطلع التصوير. يعني تركي انت تجهز كل حاجه وانتم تعملوا التكوين تقريباً الصوره، يعني مو ما بيكون موجود في المطعم، يعني 90% 90% خلينا نكون واضحين اكثر، انه يكون على المصور. في مطاعم لا تقول لك والله انا الادوات اللي عندي في المطعم استخدمها، لا تجيب شيء من برا. طب هل هذا النوع من التصوير مثلا يحتاج كاميرات معينه او عدسه معينه او ايضا اضاءات معينه ولا؟ مكملين معك تركي حديثا عن تصوير الاكل تحديدا، متى تقول انا راضي عن صوره صورتها او انا صح كذا، او ايش ايضا العوامل اللي ممكن تتحكم فيها عشان تظهر بصوره انت راضي عنها وايضا العميل بنفس الوقت راضي عنها؟ اني اوصل مرحله الرضا التام من الصوره يعني قليل، والحمد لله هذا شيء ايجابي لانه يعطيك دافع انك تبدع اكثر. بس انه يعني في مرات اصور صوره انصدم منها، وخاصه اذا كان مثلا صاحب المطعم او مدير مطعم موجود وعجبته الصوره، فانا اكون مرتاح اطمن انه وصلت المرحله اللي ابيها. فهذا الشيء يعني جدا مهم ان الواحد يطمح لافضل دائما. ما تصير معك بعض المواقف اللي مثلا انت تكون راضي عن صوره ولكن العميل ما يكون عاجبه؟ الا كثير. فايش يصير؟ ايش تسوي؟ كثير يعني؟ والله كثير، لان المصور ما يشوف الصوره كصاحب مطعم، المطعم صح. يعني نفسه مرات يركز على شكل الطبق اكثر ما هي مثلا والله صوره حلوه،
يهم شكل الطبق، انه مثلا يكون مثلا نقول مثلا شعار واضح او الطبق كله واضح اكثر ما هي صوره حلوه، حتى لو كانت صوره حلوه انا مقتنع فيها 100%، اضطر اني اغيرها ولازم امشي على رايي لان لازم تمشي على رايك. أكيد. طب حجم التعديل بالفوتوشوب هل بيكون جوهري ولا لمسات ممكن تضيفها على الصوره؟ انا اشوف والله الفوت فوتوغرافر عامه اقل مكان تستخدم فيه الفوتوشوب، لان تستخدم الفوتوشوب بشكل بسيط كتحسين الوان، تعديل الاضاءه، مثلا مرات تنظف بعض الاطباق والاشياء هذه، فما نشتغل على الفوتوشوب بشكل كبير. وعاده المطاعم ما يبون هذا الشيء لانه يصير فيه غش بعض الاحيان للزبائن لما يجوهم يشوفون الصور. وهذا اللي انا كنت اقول عنه غش تجاري، قالوا بس قالوا مثل المكياج بالنهايه. لا 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 ما نشتغل بصراحه يعني فوتوشوب بشكل جوهري، لا يعني شيء بسيط عشان نكون في الحمد لله يعني في مصداقيه مع الزبائن. تركي معايا يعني انت تقول هذا غش تجاري صح؟ البعض بس انا أيوة. لا الحمد لله يعني انت ما تستخدم الفوتوشوب في تحسين عشان لا نخدع نحن في نفس الوقت. لا لا ايضا الحمد لله. حلو، طب هل احتراف هذا النوع من التصوير ممكن يصير تخصص ولا ممكن تروح لك لمجالات مختلفه؟ والله شوفي موضوع المصور محترف في الناس عندهم مشكله في هذا المسمى، المصور محترف معناته مصور ما يصور مجاني مقابل مادي، هذا معنى مصور محترف، مش معناته صورته حلوه او لا، بس انه مقابل مادي. لازم المصور محترف، انا كتخصص تصوير اطعمه لازم اعرف عن تصوير بورتريه، لازم اعرف تصوير اللاندسكيب، لازم اعرف تصوير اللايف ستايل او ستريت لايف، هذه الاشياء، لان بعض الاحيان كمصور اطعمه مرات نصور الشيف، فلازم اعرف كيف تصوير الاشخاص، مرات نصور المبنى، المطعم من برا، فلازم اعرف تصوير المعماري، فلازم تكون ملم، بس انا من وجهه نظري الواحد يكون متخصص مجال معين لانه في توفير الماده اكثر، يعني لما تتخصص في شيء واحد تشتري العدسات الخاصه فيها بس، بدل ما تشتري عدسات لكل مجالات بيكون يعني مكلف عليك. صحيح اتفق معك تركي القلافه مصور الاطعمه المحترف منورنا وشرفنا. الله يسلمك اليوم نتمنى لك كل التوفيق. الله يعطيك العافيه، شكرا لكم. مشاهدينا مكملين معاكم وقصة فوزية العمري من الأدب الإنجليزي إلى الكوكيز، وش السالفة؟ حتكون معانا بعد الفاصل.